الوش لو لقيت الغش لابس ألف وش والضناني طالع يقش نازل يقش واللي غرقان في الحرام الناس مقابله باحترام يفتح الباب بالجنيه والناس تقول شرف تخش اعمل عبيد اعمل عبيد اعمل عبيد كان تخين ويسواح وفي الدقيقة تسواح تسيني أعمل أبي صباح الهنا والنعنشه. ها قلت مره في جنينه اشم ريحه الايه يا عم مينا ابوس ايدك استقر ده 10 مره الواد يجيب لك فيها شاي تقول له ينسون يجيب لك ينسون تقول له شاي انا بعد كده هصورك فيديو وانت تطلب عشان ما تنساش يا بطل 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 انت قاعد ترغي 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 بقالي ساعتين بقول لك انا عايز حلب حصى حلب حصى ايه مشكله حلب حصى السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت بيت الاستاذ زلطه فين انتوا مين انا ولاء الشريف مذيع التقارير في برنامج الاستاذ عمرو اديب انا عارفه 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 كويس بس انت لو معايا يبقى فين الكاميرات بقى الاستاذ محفوظ زلطه انت تعرفه لا اعرفه محفوظ فكرتني بالحبيب الغالي محفوظ اللي اعرفه يا حبيبي لو تعرف حبيبي حبيبي محفوظ لكن اشمعنى يعني بتست حبيبك دوت عندنا معلومات انه راجع مصر اه محفوظ رجع محفوظ محفوظ رجع محفوظ هم فين دلوقتي يا عم منيح مستنظرين تحت فوزية انا نازل يا فوزية طب ما تنساش تجيب الحاجات اللي طلبتها منك وانت راجع حاضر ولا عاوز اسالك سؤال انا طرطور لا
انا طرطور؟ لا. شفتني قبل كده طرطور؟ لا يا عم. امال يعني ازاي اخوك يوصل هنا البلد وانا ما اعرفش انه وصل؟ ما يبقى انا طرطور. جه امبارح وزمانه نايم جوه يا عم مينا. الصوت ده انا عارفه كويس. ايه الراجل ده؟ لا هو ده. وحشني 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 وحشني. ازيك يا عم مينا؟ ازيك يا راجل عجوز؟ يا سلام يا عم مينا. اتفضل. لا مؤاخذة، ممكن صورة مع الإعلام؟ شكراً. والله زمان يا محفوظ، والله زمان. أنا عاوزك بقى تحكي لي عملت إيه في السنين الطوال دي كلها، احكي لي. أحكي لك أنت على راسي من فوق يا عم مينا، أنت مننا وعلينا، لكن أطلع في التلفزيون قدام الناس دي كلها ليه؟ بتاع إيه؟ عايزين يسجلوا حكايتك يا محفوظ عشان تكون عبرة وعظة للشباب يا أخي. يا أخي مش عايز أبقى عبرة ولا موعظة. الله، أنا عايز أبقى في حالي يا أخي، أمشي جنب الحيط وجوه الحيط كمان لو أقدر، عايز أبقى عادي. إيه مستترين عليا دي كمان يا عم مينا؟ لا سيبه، أنت حر، أنت الله. حر. هو إيه اللي حقك وأبقى عادي؟ طب ما كل الناس العادية النهاردة بتطلع في التلفزيون يا محفوظ، إشمعنى أنت يعني؟ يا سيدي مش عايز أبقى مش عادي، فيها حاجة؟ أنا حر. قفل على السيلة دي ورحمة أبوك رمزي. عايز تسجل أنت؟ سجل. أنا؟ لأ. ما هم لو كانوا عايزين يسجلوا معايا أنا كنت سجلت يا محفوظ، بس دول عايزين يسجلوا معاك أنت. يرضيك يعني كروشهم؟ دول عايزين يكيشوا يا أخي، يعني ممكن نطلع لك بمصلحة محفوظ. يا ابني أنت ما بتفهمش، الراجل قال لك مش عاوز أنزل، عاوز يبقى حر. أيوه أنا حر. قول لهم فرصة تانية، قول لهم فرصة تانية. لما الواحد يقعد كده ويهدى ويستريح. ازيك يا عم مينا؟ الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه الهديان والراحه. انت وحشتني يا عم مينا. الله يخليك. وادي يا رمزي. ها ما قالكش هيكيشوا كام يالا؟ حلاوتك. صباح الفل يا حاج محمد. خمسه هنتكل على الله. مظبوط. ما تزعلش مننا يا عمهم، احنا مش مخونينك ولا حاجه، بس كل المساله وما فيها كنا عايزين نتاكد. معلش اخويا ما جراش. استاذ رمزي احنا مقدرين طبعا انه راجع تعبان وعايز يرتاح، بس احنا يعني كنا طمعين في كرم سيادتك. وبعدين انت عارف ان الشهر الكريم قرب وكل سنه وانت طيب، والخريطه كلها هتتغير. لا قصدي خريطه البرامج يعني بتاعت رمضان. وحياه ابوك يا استاذ رمزي، عايزين نلحق ابوس ايدك. الله يصلح حالكم، ما تقطعوش ظهركم عليا. في انجاز ولا مفيش؟ ايه يا مادة؟ يا ابويا. ايه يا ابويا؟ ايه؟ ايه يا مادة؟ صدق الله العظيم. كلمني؟ امال بكلم امي؟ ايه بكلمك؟ مادة؟ مادة؟ مش لازم تصلي ولا ايه؟ أنا إن شاء الله نازل أصلي. طيب أتوضى وأنزل معاك. طب استنى، رايح فين؟ رايح فين يعني إيه؟ رايح أتوضى عشان أنزل معاك أصلي في الجامع. وأنت هتنزل الجامع كده؟ وماله كده، في إيه كده؟ جلابية وسديني فيها إيه؟ يا محفوظ أنت مش ناقص يا محفوظ. مش ناقص إيه يا ابني؟ في إيه يا حبايب؟ إيه يا مادة في إيه؟ طيب خلاص ما دام مصر بقى، خش الدولاب عندي فيه جلابية من بتوعي، خد لك جلابية وانزل حصلي. وعلى ما تتوضى كون انا قدنت شهدت وخلصت ان شاء الله. ايه يا ابويا؟ ايه يا ابويا؟ في ايه يا ابويا؟ فين جلاليبو يا خبر؟ اي اي ايدك اي ايدك اي بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه؟ انت ايه يا عم؟ انت ايه يا عم؟ استنى استنى يا حسين. استنى يا حسين. يا حسين يا حسين، ده خالك، خالك محفوظ. خالي؟ خالي محفوظ اللي كان. انت مخلفه الشيء ده؟ والله يا دكتور هيدا بيصعب عليا، ده قبل ما يجي القناه كان طول بعرض كان حاجه قد كده. ايه ده يا حضرات؟ فلوس؟ فلوس ايه اللي انتوا عايزينها؟ من امتى احنا بندفع فلوس للضيوف بتوع التقرير؟
بالراحة بس يا دكتور، أنا هفهمك. الراجل ده هو الأمير اللي احنا كنا سامعين انه جاي من فترة، ده من ناحية. الناحية التانية ساكن في باب الخل، نفس المكان اللي حصل فيه الانفجار امبارح، يعني أكيد كده في صلة بين الاتنين. ما تقولي حاجة ولا أنت بتنامي بدري؟ يا أستاذ هاني. هاني إيه وسبت إيه؟ تصوير في باب الخل خلاص مرفوض، ممنوع. شوفوا لكم أي حتة أنا صوروا فيها. إيه كل حاجة عايزين فيها فلوس فلوس فلوس، ده شيء غريب غير انتهازي نفعي تسلطي، وفي نفس الوقت أكاد أقول مرتجي. أيوة طب راح. طب استنى بس يا دكتور، يعني إيه؟ مفيش أمل؟ ولا أمل ولا سوسن ولا ماتيلدا، وبنورة مفيش عمر ولا عمر. سكر سكر قوي خفة دكتور هاني. على فكرة على فكرة بقى أنا كبرت في دماغي وهصور معايا. ده في الجنينة هتطلعي أوردر بمزاجك ولا إيه؟ مش مهم، مهم إن أنا عارفة إن أنا هعمل موضوع لما يشوفوها يغيروا رأيهم. ودول بقى إن شاء الله هتدفعي لهم منين وإحنا على الجنط. بابي بيقول انك ما كنتش طبيعي النهارده في الميتنج، وانك سبت اجتماع الحزب ومشيت فجأة، في حاجة؟ لا ابدا ما فيش حاجة. طب ركز ركز عشان اليومين دول ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. على فكرة الغدا في التلاجة وانا خارج. ما تنساش النهارده في عشاء بالليل. حاضر. ايه يا ابويا ده؟ وانا بديك حقنه ولا ايه؟ ايه يا ابويا ده؟ ايه ده؟ هو حابب كش على زمان ولا ايه؟ زمان ده اللي هو امتى؟ انت طول عمرك بتفصل منه الدنيا محفوظ. انا بقى هضطر انزل اشيل شويه هدوم جديده. ماله واجب برضه يا محفوظ؟ يا اخويا ارفع ايدك كده. ما تعرفيش ايه صوت الجيران اللي فوق اهو، خلعت على طول. يا ستي يا ستي لو خبراني نطعه مخطوب على قلبي يا غلطانه. ما تعرفيش لما كانوا بيسألوا عنه. تنكر يا تحش تنكر. ايه ده؟ تنكر يا تحش تنكر. اصل ما حضرتش ولادتك. مش يا خالد اللي عرض لك هلا معلش. ولادته ايه؟ هدي نفسك يا ابني. يلا الله يسير هدي نفسك. سيبكم سيبكم. انت واصل انت واصل. انت كويس مسكت يا محفوظ كويس. تعالي يلا نخش جوه. معلش يا اختي استحملي شويه. مش قادره استحمل مش قادره. كل يوم ضرب واهانه ومضايقين. مين يا رب تستحمل كل ده؟ لا تتقطع بعيد. هو يعني عشان ما انتوا يوتم هيعمل عليك راجل كل شويه؟ على الله حد يعرف يهديه بدل ما هو عامل بره زي الطور الهايل. بقى ده جزاتي، ده جزاتي ان انا شايله زي ما اكون امه مش اخته. يا رب انا مش قادره استحمل ده، انا كنت طالعه لمنه غسينه. العيب مش عليه، العيب على اللي ملموم عليهم وحاشين له دماغه بكلام غلط. وانا مش هستنى لحد ما يعمل لي عاهه والله يضيع لي عيني. انا مش هستنى مش هستنى، ما اقدرش استحمل. شخص زي ده هتعملي معاه ايه بس؟ خد يا حبيبتي انا ممكن
اسيب له البيت واهرب، اهرب واسيب له البيت خالص. اوعي يا امي، الهروب يا حبيبتي مش هو الحل. سأليني انا. يا ربي بس كده. انا بتتحمى في الولاد دول. اهدى 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 بالله كده يا استاذ. اسم الكريم اشرف مش كده؟ كده ولا مش كده؟ انت مين اصلا وباي حق تتهجم علي؟ ده المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي. ايه يا خال، في حاجه ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا لا، انت عشان كمل نومك. انت جاي شقيان؟ لا لا يا حبيبي. بتقول انا اللي اتهجمت عليك؟ يا سبحان الله، ده انت يا راجل اللي اتهجمت على البنت الغلبانه وعصرتها كانت هتفرفر في ايديك. يا راجل يا راجل، بنت عامله زي العصفوره الرقيقه، وانت بسم الله ما شاء الله بخل بخل. يا اخويا اختي وبربيها، انت مالك انت؟ بتتحشر ما بيننا ليه؟ ماشي يا عم، ممكن يكون عندك حق، بس افهم بس يعني البنت دي اجرمت في ايه؟ يمكن استفيد يا اخي. انت يا اخويا لو عندك بنت في سنها ترضى انها تتكشف على رجال وبشعرها؟ انت رايك ايه؟ رايي ايه؟ واحنا هندخل لبعض قافيه هتقول لي رايي ورايك؟ ده كلام ربنا. انا غلطان، انا غلطان اني ما اجبرتهاش على النقاب. اما جوزتها الاول نطع يخبط على باب الشقه وهو بقى يبقى يشيل ذنبها ويصطفه. لا 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 يا اخ اشرف، مفيش حد بيشيل ذنب حد، كل نفس بما كسبت رهينه. يعني ايه يا راجل؟ يلا كده ننزل نصلي العصر جماعه في المسجد تحت، وبعدين بعد كده نبقى نتكلم. عيب لما تنطر ايدي، عيب عيب. راجل كبير، راجل طيب. انت راجل حشري. اغير بس الجلابيه وبعدين ابقى اجي معاك. اخر بيتك حامل بالسنين. يلا 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 نروح. لا نصلي العصر. سامع سامع أبو جبنا سنته، سنته بيجلجل. الله أكبر الله أكبر. إيه يا شروف مش جاي معانا؟ يلا حبيبي يلا، شوف يلا يلا حبيبي يلا سوق يلا 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 يلا. دوري ما دورتيش ان شاء الله عنك. ما دورتي جوز اتاخرنا. حضر كاميرا سعيده. اهلا، انتوا تاني؟ هو انت ما فيش حد غيرك في الحاره دي ولا ايه؟ اصل احنا بعيد عنك ما بنزهقش. عايزين مين؟ هو هنا؟ هو فين؟ الاستاذ محفوظ؟ ايوه. مش موجود. يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقبل الله خير. تقبل الله يا أخ أشرف. منا ومنكم. إيه؟ أخبارك إيه دلوقتي؟ مالي يا أخوي؟ ما أنا زي ما أنا أهو. لا 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 لا، زي ما أنت وإزاي؟ إيه ده؟ ده كلام يا راجل. يبقى الصلاة كده ما عملتش حاجة معاك. المفروض الصلاة دي تكون هدت نفسك، خليتك أحسن، وغسلتك من جوه. يبقى ما يبقاش ليها لزوم خالص. أيوه. الصلاة مش مجرد شوية حركات كده بنعملها، قيام وركوع وسجود. الصلاة أكبر من كده بكتير، زي ما هو الدين كده أكبر من اللحية اللي في وشك دي. الله. أيوة، والدين برضو أكبر من حتة القماش اللي نسيت أختك تحطها على دماغها قبل ما تطلع البلكونة. الدين أخلاق قبل ما يكون عبادات يا أخ أشرف. لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟
قال رفقا بالقوارير، قوارير زجاجة الرقيقة الصنع والدقيقة الصنع الهشة. وقبل ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يتوفاه الله قال إيه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. الست اللي اتخلقت من ضلوع الراجل من ضلع أعوج من ناحية القلب، هو مش عشان أعوج يعني حاله مايل ما يتصلحش، لا، لو انت حاولت انك انت تقومه بالعنف ينكسر منك. الله ينكسر منك. يبقى تعامله ايه؟ تعامله برفق، برفق بالحسنى. النساء يا اخوانا، النساء دول هم دول اخواتنا، امهاتنا، زوجاتنا. مش الدنيا دي فيها جناين؟ الجناين دي مش فيها ورد؟ ها؟ فيها جناين بيبقى فيها ورد ولا مفيهاش ورد؟ فيها ورد، فيها ورد، فيها. النساء بقى ورد جناين الدنيا. تخيلوا بقى، تخيلوا بقى. الله اكبر، الله اكبر. تخيلوا بقى. صدقني الرحمة والمعروف هما اللي باقيين، وما دون ذلك فهو هباء وقبض الرياح. الله يهديك يا ابو اشرف. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. ربنا يكثر من امثالك. يلا يا ابو اشرف. جزاك الله كل خير. شاكر، انت مش شايف شغلك كويس. انت لو ما مسكتش القضيه دي عادي انا هشوم حد غيرك. دقيقتين عليك قدامي. اتفضل. يلا يا خاشع تعال، يلا تعال. اتفضل صالحها بقى. يلا يلا بينا على فوق. يلا بينا على فوق. ده اسمه صلح ده. صلحها يلا. قول لها انا اسف. اعمل ايه؟ قول لها انا اسف. ما تعرفش تقولها؟ قول ورايا. انا اسف. اسف. شفت سهله ازاي؟ لا انا اسف مفيش حاجه. يلا يلا بص. نعم. بص على راسها. يلا. ايه بص على راسها دي؟ تعرفش تبص على راسها؟ دي اختك يالا مفيهاش حاجه. يلا انطع الكريمه، انطع الكريمه وروح. ولا بص انا بقى. خد تعالى تعالى. طالع فين انت كمان؟ انت ما صدقت. ايه مش كده، مش كده، مفيش كده ابدا. يزيدي يزيدي. ايه بالراحه. تفضلي معي، تفضلي معي، تفضلي. ايوه شوف يزيدي يزيدي. تفضلي يا اختي. صح على بركه الله. يزيدي 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 يزيدي. شاكر، انت مش شايف شغلك كويس. مش ممكن يخطف الناس في الجامع ويلمهم حواليه ويصوتوا في الميكروفون في الحتة كلها وكمان التلفزيون يجي يصور. اوعى تقول لي انها صدفة. المسألة بسيطة سيادتك. لا بسيطة ايه؟
احنا ممكن نلحق اي حاجة، ممكن نلحق اي حاجة قبل الشوشرة. ازاي بقى؟ الجنايب دي مش فيها ورد؟ ها؟ ايه الجنايب اللي فيها ورد ولا مفيهاش ورد؟ فيها ورد. فيها ورد. ورد يا جنايب. ايه الكلام الفارغ ده؟ واضح كده من رياكشن سعادتك ان الريبورتاج ما عجبكش. يا سيد سامح، ده اسوأ ريبورتاج شفته في حياتي. ده لا يصلح لقناه محترمه زي بتاعتنا. ده عايز قناه بتاعت اللي يروح ما يرجعش. وانا لسه طالب منكم بالذات ما تعملوش الموضوع ده نهائي. ممكن اعرف ليه بالذات ما نعملش الموضوع ده؟ ما حدش يناقشني، ما حدش يناقشني، انا اللي اقول واوامري لازم تتسمع. على فكره بقى، بالمناسبه بهنيكم، انتوا متحولين للتحقيق انتوا الاثنين عشان نزلتوا الاوردر ده غصب عني بمزاجكم ودماغكم. اتفضلوا. يا سلام يا سلام. شباب جاهل متسلط افكاره كلها من دماغه، ما بيفكرش للمجتمع. الو، يحيى باشا عبد العزيز. انا جالي تقرير تاني عن منطقه باب الخلق. لا حضرتك تطمن. معقوله؟ انا زي ما وعدتك مش هزيع. لقد حمل على عاتقه عباء الجهاد وحيدا، خرج من الظلام الى النور ومن السر الى العلن. اي قوه واي شجاعه يا اخوان، لابد ان نقف بجواره، نؤيده ونسانده. وهي الشرارة الأولى يا إخوان، فلا بد أن نكون على استعداد تام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عشان كده كمشان كمشان في جلدك وبتترعش. لا انت يا جمال جمله يا حامد، الله يخرب بيت سنينك. انت لسه فيك الداء ده من ساعه الامن ما قبض عليك هو الماتش ونزلوا فيك ضربه. انت بتضحك عليا يا محفوظ؟ ايه دي حاجه تضحك؟ انا بقول لك نبه عليا، قال لي مش عايزك تنزل الجامع تاني. قال لك ما نزلتش الجامع وما خشوش، ولا قال لك ما كلمش الناس؟ انا عارف بقى، وكان بيتكلم ده بان عليه ابكى، قاعد يشاور وبس. وانا بصراحه من ساعتها جدتي مش خالصه. يا راجل يا راجل، عايز تحرمني من صلاه الجماعه؟ بعدين لعلمك بقى، انا ما كنتش بدي الناس دروس. انا كنت بكلم الواد الهلف جره عشان يخف ايده عن اخته الغلبانه دي، وانت كنت سايب الميكروفون مفتوح. اتلمت الناس عادي يعني، زي فيلم الكتكات. محفوظ، الحكايه ما هيش سهله بصراحه. انا خايف على عيالي، عيالي دول يبقوا عيال اختك،
اذا ما كنتش خاف عليا انا واختك، خاف عليهم او خاف على البوقه اللي انت جايبها معاك دي بتقول عليها ابنك دي. ايه اللي بقول عليها ابني؟ جايبها بالبحر انا ولا ليها جنب الحيطه؟ جريها حامل. خلاص يا سيدي ليك عليا مش هتكلم، يلا عشان نلحق نصلي الفجر. يلا في ايه؟ انت برضه هتنزل الجامع تاني؟ قلت لك خلاص هنكتم خالص. يلا. طب ما تخش تاخد لي جلابيه من جلاليبي. لا يا ابويا، لا 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 الا جلاليبك. لا يا عم، لا 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 كفرنا الشر جلاليبك. انا بكره ان شاء الله هاخد عبد الله وننزل بقى نشتري بعض الملابس الجديده، ان غدا لناظره قريب. طب اقول لك ايه؟ ما تريح النهارده يعني، ما فيهاش حاجه يعني. يلا يا عبود، يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا بابا، يلا يلا هنزل وراك على طول. يلا يلا بابا يلا. حاضر فوزية. يلا يا بابا، تاو المخروب ده في اي حته. اخيرا اخيرا ضحكت يا محفوظ، اخيرا. الله يحز جوزك بقى. اللي بالحق يا فوزية، أنا إزاي وافقت إن أجوزك حامد ده؟ النصيب بقى يا محفوظ. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده المرة دي شكلها مش هتخلص على خير. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، أنا كنت داخل الجامع أصلي الفجر عادي يعني. صلاة الفجر ما بين مؤاخذة يعني فيها خطر على الأمن العام. واللي ظهروا معاك في الجامع؟ أنا مالي ومالهم؟ ما أعرفهمش. أنا يا دوبك حاطط رجلي في الحارة بقالي كام يوم. هعرف دول إمتى ومنين وفين وإزاي؟ هما يعرفوك يا محفوظ، هما يعرفوك، والا ما كانوش جم وراك مخصوص لحد الجامع ده بالذات. حتى بالاماره قالوا لك يا مولانا الامير. هي غريبه صحيح يعني. طب ما تسالوهم. ادينا بنتنين نسالهم واحد واحد. واحد واحد دول كتير قوي يا باشا. ربنا يديك الصحه يا رب. شوف يا محفوظ. ايوه. انت مش هتخرج من هنا غير لما اعرف اللي وراك. قانونا قانون الطوارئ بيعتبر ان اي تجمع لاكثر من خمسه يبقى خطر على الامن العام الا ان يثبت العكس. ودول بقى بسم الله ما شاء الله سجلاتهم كل سجل منهم يفرح. ربنا زيدهم يا باشا. انت اتحرك. سيادتك مش سيادتك مش عايز تصدقني. انا عايز امشي جنب الحيط وجوه الحيط كمان لو اقدر. الحيط هو اللي مش عايز. اعمل له ايه؟ اهده؟ ربنا يهده يا اخي. بص بقى، انت شكلك كده على بعضك مش عاجبني. حتى ساعتك سبحان الله، دقنك دي ولبسك ده وطريق كلامك كلهم بيتكلموا زيك. ايه؟ عايزين توصلوا لنا رسالة؟ عايزين تقولوا ايه؟ قول يا محفوظ، عايزين تقولوا ايه يا زلطة؟ بالاخر كده انت مش هتمشي من هنا الا لما نعرف علاقتك ايه بالناس دول. خلاص بلاش، خليني قاعد هنا احسن. احسن بعدين مالها دقني يعني؟ في ايه؟ مالها؟ دقيك في ايه يعني؟ بعدين القعدة هنا أحسن بصراحة، بدل ما أتعب سعادتك كل شوية تروحوا تجيبوا لي من باب الخلق رايح جاي رايح جاي، كده أحسن. والله مش عارف من دقيك في ايه دقني، حاجة غريبة جدا. بالأمارة سعادتك يعني، بالنسبة للشيخ حامد وزوجتي، ما تعرفوش انتوا وديتوه فين دلوقتي؟ يا اخوانا يا هلا الله علينا.
تعالى يا اخوانا يا الله اللي هنا حد يعبرني بس يقول لي انا تهمتي ايه. والله بعقد الله انا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. والله انت ثلاثة ما اذنبت في شيء. منة لله يا محفوظ، منة لله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا خلتك يا سيدي يا سيدي، هذه يا خلتها محفوظ. تعالى